انتبه قبل أن تشرب القهوة. ما هي كمية القهوة المسموحة للحصول على الفوائد وتجنب السلبيات؟ دعنا نخبرك أنه من الآمن شرب 3 فناجين من القهوة يومياً، بحيث لا يتجاوز مأخوذ الشخص من الكافيين 300 إلى 400 ميليغرام يومياً. هناك شرطين: متى تتناول القهوة؟ وما هي طريقة إعداد القهوة الصحيحة؟ الأشياء التي ستحتاج إليها: حبوب قهوة كاملة حديثة التحميص، وعاء تخزين محكم الإغلاق. ما هي كمية القهوة المسموحة للحصول على فوائدها وتجنب سلبياتها؟ متى نشرب القهوة؟ وكيف نحول ذلك الفنجان إلى مصدر للصحة والوقاية من الالتهابات؟ القهوة عند تناولها بمواصفات صحية سنذكرها في هذا الفيديو تعطينا الكثير من الفوائد الصحية التي تشمل ولا تقتصر على صحة الكبد والبنكرياس والدماغ، وهي تحتوي على الكافيين ومضادات الأكسدة، ولكن يجب عليك أن تشربها بطرق صحيحة. متى نشرب الفنجان الأول؟ نشرب القهوة بعد ساعة من الاستيقاظ. لا تستغرب، هذه المعلومة أوردها استشاري التغذية العلاجية الدكتور مازن السقة. فعند الاستيقاظ الساعة 8 صباحا اشرب فنجان القهوة الساعة 9، أي بعد ساعة من الاستيقاظ. لماذا؟ عند الاستيقاظ يجب أن نعطي مهلة للجهاز العصبي بأن يعيد حساباته جيدا. تحديداً لدينا مادة تسمى الإيدوسين، وهي شبيهة جداً بمركب الكافيين، وهي المسؤولة عن النشاط والحيوية. فعند الاستيقاظ من النوم فإن دماغك ينتج بنشاط مادة كيميائية تسمى الإيدوسين، وهي شبيهة جداً بمركب الكافيين. عند أخذ فنجان القهوة بعد ساعة من الزمن من وقت الاستيقاظ فإنني أكمل عمل الإيدوسين الذي يعمل نوعا من التحفيز، وبالتالي يمنح الجسم الحيوية والطاقة الذهنية والإدراك، ويعمل على تحسين الذاكرة، ويعمل على تعزيز صحة الدماغ. وهذا ما نرغب به دوما حينما نشرب فنجان القهوة في الصباح الباكر. الفنجان الثاني بعد تناول وجبة الغداء. ذلك الفنجان الذي سنتعلم طريقة إعداده بشكل صحيح يعمل على المساعدة على حرق الدهون والشحوم، وبالتالي محاربة دهون البطن والكرش، وذلك أيضا بسبب الكافيين الذي يمكن أن يعزز معدل التمثيل الغذائي. وتشير الدراسات إلى أن الكافيين يمكن أن يزيد بشكل خاص من حرق الدهون. أنت تحتاج إلى حبوب قهوة كاملة حديثة التحميص. وضع خطا أحمر تحت حديثة التحميص إذا كنت تريد الاستفادة من الخصائص العلاجية للقهوة. وعاء تخزين محكم الإغلاق. يفضل أن تقتني مطحنة وتقوم بطحن حبوب القهوة الكاملة في المنزل وتضعها في وعاء تخزين محكم الإغلاق. اطحن تلك الحبوب، وينصح العديدون بطحنها حتى تصبح بحجم السكر الخشن. استخدم ماء جيدا، ونعني بالماء الجيد استخدام الماء الذي ينزل من صنبورك. يجب ألا تستخدم الماء المقطر أو المخفف أبداً، إذ تعد المعادن الموجودة في الماء مهمة في عملية التحضير. اغلي الماء في غلايتك، انتظر حتى يبرد لمدة 30 ثانية إلى دقيقة، أو أوقفها قبل أن تصل للغليان. هل تعلم أن درجة الحرارة المثالية لتحضير القهوة لتكون مشروباً صحياً هي 90 درجة مئوية؟ انتبه، كلما كانت القهوة المحمصة داكنة أكثر قلت الحرارة المطلوبة للماء. استخدم درجة حرارة تصل إلى 95 درجة مئوية للحبوب الفاتحة،
واستخدم درجة حرارة قريبة من 90 درجة مئوية للحبوب الداكنة. بلل القهوة بالسكبة الأولى باستخدام القليل من الماء، ثم انتظر لعشرين ثانية واسكب مجددا، وطبق هذا حتى نفاذ الماء. نتمنى أن نالت هذه المعلومات إعجابكم. شكرا لكم على حسن المتابعة وكرم الإصغاء، وهذه تحياتي محدثكم أحمد وفريق عمل معرفة وأكثر.